الهاشمية المعرض الدولي للبناء والصناعة الهندسي 13 والملتقى الدولي الثاني تحت شعار الأردن والعراق شراكة وبناء، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 حزيران 2019 برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز، وبمشاركة دولية وخارجية واسعة من اتحادات ونقابات مقاولي الدول الشقيقة مصر، العراق، سوريا، الأردن، والدول الصديقة تركيا، اندونيسيا، طاجكستان، ومنظمات دولية وأوروبية للمساهمة والارتقاء بالعمل العربي المشترك في قطاع الإنشاءات والمقاولات الذي ساهم في إعمار البشري والحجر، كذلك المساهمة في ربط الاقتصاد الوطني العربي بوصف هذه القطاعات الأكبر والأكثر إسهاماً في رفض الموازنات الرأسمالية والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة والقطاعات الموازنة التي تتراوح ما بين 75 قطاعاً و 140 قطاع. وقد تناول المؤتمرون والعارضون العديد من المواضيع ذات الصلة بدور قطاع المقاولات والإنشاءات، وتحديداً في هذه الظروف الدقيقة الذي يشهد عودة الاستقرار والأمان إلى أكثر من دولة عربية والتي شهدت أحداثاً وصراعات وصلت إلى حدود المؤامرة على بعض الأقطار العربية، فإن المؤتمرين والعارضين يرون ضرورة الاستعداد اللازم لمواجهة ما خلقته هذه الصراعات والأحداث بعزيمة قوية معروفة عن المقاول العربي من أجل إعادة إعمار وبناء ما خلقته هذه الأحداث والصراعات. وبعد أن تجاوز العراق العظيم بنصر ناب فيه عن العالم أجمع في وجه خوارج العصر الجديد تنظيم داعش الإرهابي، وعاد إلى محافظاته الأمن والأمان، وتعافت سوريا الشقيقة من أزماتها بدحر المؤامرات وعصابات الإرهاب، مما يفتح الباب باب الأمل بتحويل التحديات إلى فرصة وإنجاز عمل. وقد أجمع الحاضرين على التوصيات التالية: أولاً، توجيه الشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على مواقفه القومية والإنسانية وحكمته التي جعلت من الأردن واحد أمن وأمان يستقبل ويستوعب كل الأشقاء العرب، على دعمها ورعايتها لأعمال المعرض والمؤتمر الذي تمثل برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء ومشاركة أصيلة من السادة الوزراء وسمو الأميرة سمية بنت الحسن بدعم قطاع المقاولات والإنشاءات. ثالثاً، توجيه الشكر لنقابة مقاولين إنشاءات الأردنيين نقيباً ومجلساً وهيئة عامة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وطيب الإقامة. رابعاً، اتفق المؤتمرون والعارضون على ضرورة منح الأولوية للمقاول الأردني في مشاريع البناء والإعمار خاصة في العراق وسوريا. خامساً، ضرورة توحيد التشريعات الناظمة لعمل المقاول العربي من خلال عقد المقاولة الموحد وتوحيد جهاز التحكيم والاعتراف بتصنيف المقاولين في الأقطار العربية حسب تصنيفهم في بلدانهم، مؤكدين ضرورة السير على خطى الاتفاق بين الأشقاء في الأردن والعراق الذين أنجزوا بروتوكول في هذا المجال ويصبح قاعدة عربية للتعميم والبناء عليه. سادساً، الاستعانة بالخبرات والشركات من الدول الصديقة وتحديداً تلك الدول التي وقفت موقفاً مشرفاً من قضايا الأمة العربية. سابعاً، الدعوة للمشاركة وإنجاح المؤتمر القادم في مدينة البصرة العراقية والذي سيعقد في غضون هذا العام، وإزالة المعوقات أمام انسياب الصناعات الإنشائية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. ثامناً، التأكيد على المشاركة الفاعلة في نشاط اتحاد المقاولين العرب القادم
في دمشق الحبيبة والإعداد لزيارة عربية كبيرة إلى مدينة غزة، غزة هاشم، تدعيما لصمودها وصمود أهلها، تلبية لدعوة من اتحاد المقاولين الفلسطيني. تاسعا، دعوة الاتحاد للضغط على الحكومات العربية بإلغاء كل معوقات التنقل والسفر والإقامة أمام المقاولين والمستثمرين والمهندسين إلى الأقطار العربية، وإلغاء الفيزا والإقامة كذلك. عاشرا، تنمية وتحفيز بنك المعلومات العائد لاتحاد المقاولين العرب بالسيرة الذاتية لكل شركة عربية سواء كانت استشارية أو مقاولات أو صناعة، وعرضها على الموقع الإلكتروني لاتحاد المقاولين العرب. وفي الختام، أكد النقباء والمشاركين على توجيه التحية للأردن ملكا وحكومة وشعبا، وإصرارهم الكامل على دعم الأشقاء في فلسطين وتثبيت صمودهم على أرضهم بكل السبل، ومنحهم الأولوية في الدعم والعمل من أجل قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام تحرير عمان 27 حزيران 2019. اتحاد المقاولين العرب، نقابة المقاولين، اتحاد المقاولين العراقيين، اتحاد المقاولين السوريين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اتحاد المقاولين المصريين، رئيس الوفد وغرفة صناعة الأردن، ونقابة المهندسين، رئيس الوفد التركي والتاجيكي والأندونيسي وغرفة صناعة عمان الأصدقاء. شكرا جزيلا لكم. أود أن أوضح بأننا وبنفسكم ومهمتكم نتحرك بتوجه وطني، وأود أن حقيقة باسمكم جميعا أن أتوجه إلى سعادة نقيب المقاولين العراقيين رئيس اتحاد المقاولين العرب على ما وجدنا منه من هذا النفس العربي الأصيل الذي هو ليس بعيدا عن إخواننا العراقيين. كما لا يفوتني أن أعزي أيضا الفضل له في زيارة هذا المعرض من خلال وزير التخطيط العراقي. وزير التخطيط العراقي هو المعني في حكومة العراق في شؤون المقاولين من تصنيف وتسجيل وعقود وما إلى ذلك، كما أن له الفضل الأكبر في أن قامت نقابة المقاولين بتوقيع اتفاق أكد فيه على حضور المقاول الأردني في العراق من خلالي شخصيا ومن خلال معالي وزير التخطيط العراقي. كما أيضا أؤكد وأحيي محافظ البصرة الذي رغم يعني المشاكل اللي موجودة بالبصرة إلا أنه أعطانا من وقته والتقى بمسؤولين أردنيين وعلى رأسهم المحافظ عمان وأمين عمان وزار معرضنا وكان له لقاء. ووزير الصناعة أيضا أنا يعني شكرت كل الحكومة لأنه حقيقة لمسنا هناك تعاون حقيقي. أود أن أشكركم على مشاركتكم، لأنه لولا مشاركتكم ما صار في عنا معرض للإنشاءات. وتأكدوا تماما بأن نقابة المقاولين إن شاء الله ستقف إلى جانبكم، سيتم عرض منتجاتكم وتقديمها لمدة عام على موقع النقابة، وسيكون لكم الأولوية في أي نشاط قادم بإذن الله سواء إلى العراق أو إلى سوريا. أنا فخور جدا بكم جميعا وبما قدمتموه، وشكرا لكم. ولا يسعني إلا أن أرحب بكل زملائي النقباء
الذين أيضا كرمونا وحضروا وعالوا من السفر نقيب المقاولين المصري السيد حسن عبد العزيز وجميع أعضاء مجلسه نقيب المقاولين السوري وجميع أعضاء مجلسه وكذلك نقيب المقاولين الفلسطيني الحاج زاهر العزيز ونائبه أخونا العزيز أبو حيدر من غزة شرفونا هنا بالأردن نتمنى لكم طيب الإقامة وأهلا وسهلا بكم جميعا شكرا لكم مرة ثانية باسمي باسم أعضاء مجلس نقابة المقاولين باسم كل المقاولين في الأردن شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة نشكر زميلي وأخي المهندس أحمد يعقوب أنا لا أحتاج شكر والنقابة لا تحتاج شكر ونقابة المقاولين الأردنيين لا تحتاج شكر الذي يحتاج الشكر هو الوجوه الماثلة أمامنا هم اللي أحيوا المعرض والمحتوى لولا وجودكم لما كان شيء اسمه معرض أو مؤتمر. أشكركم جميعا. أشكر كل اللي حضروا، أشكر كل اللي ساهموا في نجاح هذا المؤتمر. أشكر الجميع، أشكر الحكومة الأردنية من أعلى سلطة من جلالة الملك إلى أصغر فرد في الأردن على حسن الضيافة. اليوم احنا من واجبنا كنقابة انه نقدم خدمات انا بالنسبة يشكرني زميلي انه وجود وزير التخطيط ووجود المحافظ ووجود رفع البروتوكول هذا من اقل واجباتنا انه نقدم المقاول ببروتوكول او بترويج شركته عربيا عالميا هذا جزء من واجباتنا نقيب المقاولين السوري محمد رمضان حقيقة الأيام اللي فاتت وأنا ما حسيت بغضب نص هذه الوجوه طيبة أشكر الجميع على كل ما بذلوه أشكر الجميع على حسن الضيافة شكرا لكم جميعا وإن شاء الله نلتقي في أقرب وقت دعوة اليوم كان وزير الإسكان حاضر الدعوة اللي وجهها محافظ البصرة بما أنه البصرة تحمل أكثر مشاريع في جمهورية العراق البصرة لديها 3.5 مليار دولار لازم تصرف خلال هذه السنة لمشاريع البنى التحتية والكهرباء والاتصالات فدعوة مني لكم لزيارة البصرة بالمعرض اللي سيقام في البصرة هو معرض ومؤتمر وزيارة للمحافظة للاطلاع على جميع المشاريع اللي موجودة هذه فرصة تشوفون البصرة وتشوفون الإمكانيات شركاتكم كيف راح تشتغلوا وبأي اختصاص راح تشتغلوا دعوة مني ومن حكومة البصرة ومن الحكومة العراقية لزيارة البصرة شكرا لكم نلتقي قريبا إن شاء الله فاتني أن أشكر سعادة السفيرة صفية سهيل اللي دائما تقف إلى جانبي أيضا ويعني أنا بدي أؤكد أنه لمن يرغب بهذا الوقت اللي موجود فيه الفيز أن يذهب إلى العراق إحنا مستعدين أن نخدمه ولها منا جزيل الشكر. الشكر الموصول حقيقة إلى سعادة سفيرنا سفير الأردن بالعراق منتصر العقلة اللي كنا احنا أيضا على اتصال مباشر معه على التسهيلات اللي قدمها للإخوة في بغداد وهو أيضا يؤكد لكم أنه سيكون إلى جانبكم في عملكم القادم في جمهورية العراق إن شاء الله. ما بعرف اذا حابب احد من زملاء النقباء انه يحكي للاخوان المشاركين انا حقيقه حابب اسمع من الاخ يستغل وجود اخونا العزيز نقيب المقاولين السوريين اسمع انه شو اخبار سوريا سريعا بس الحمد لله
مجلس نقابة المقاولين السوريين نوجه الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين الأخوة الزملاء وإلى الأخ الأستاذ علي صناحي رئيس الاتحاد المقاولين السوريين العرب الذي نكن له كل الاحترام. الحقيقة في هذه الزيارة إلى القطر الأردن الشقيق ما لاحظناه من حفاوة واحترام واستخبار نتوجه بالشكر إلى النقابة ومجلس النقابة وأننا نبارك هذه الخطوة لنقابة المقاولين الإنشاءات على ما أنجزوه في هذا المعرض وهذا اللقاء. بالحقيقة يعني كانت مرحلة جديدة عم تبلش بالمعارض هي لنقابة المقاولين وإن شاء الله نحن نقدر نلاقيكم إن شاء الله معروفنا معرض دمشق الدولي وتحطوا بصمة بهذا الموضوع بنقابة المقاولين الأردنيين. نحن جاهزين لاستقبال كافة الوفود العربية بإعادة الإعمار إن شاء الله، ولن نسمح للناس الذين تآمروا على هذا البلد في دخول بإعادة الإعمار. سوريا بعمرها ما كانت تاخذ فيزا لحدا حتى يدخل عليها، وطول عمرنا نحن نستقبل كافة الوفود العربية. وطول عمرنا نحن مهما صار لكن كان العراقيين يفادوا لعنا. نحن تفاجأنا في المعاملة من الأخوة اللبنانيين والأخوة الزملاء العرب عندما صارت هذه الأزمة، لكن نحن نتم كل الاحترام لكافة الدول العربية في هذه المهنة والذين وقفوا معنا في هذه المهنة. أنا بتوجه بالشكر ما حابب تزيد أكثر من هيك مشان ما يسرحوا لي غير دقيقتين، بتوجه بالشكر إلى نقابة المقاولين الأردن على هذه الدعوة، نتمنى نحن في القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر اتحاد المقاولين العرب في سوريا ونجيب كل الدول العربية للمشاركة بإعادة الإعمار. شكرا لكم. شكرا يا سيدي. وإلى القدس التي تعيش في قلب سيد الأردنيين جلالة الملك عبد الله، وتعيش فلسطين في وجدان كل الأردنيين، نقيب المقاولين الفلسطيني الحاج زاهر ويليه أيضا نائبه من غزة برضو نسمع منهم أخبار فلسطين الحبيبة، والتالي للغالي. أنتم جميعا مرحب بكم بقطاع غزة نيابة عني وعن زملائي بقطاع غزة.
شرطين عليكم لسان مسار بلازمه المجال الاخير شكرا حبيبتي وزميلي اسامه كحيل نقيب المقاولين قاعد طبعا زميلنا اسامه حقيقه احنا نتشرف بوجودك ويمكن اليوم اعلامي بيقول لي انه صدرت بعد 15 يوم ودعي 40 شخص وصل منهم 20 ناكد لك انه الاردن تمت الموافقه على حضوركم خلال يوم واحد فقط اما هذا الاحتلال البغيض وما يفعله هذا بغيض بالنسبه للاردنيين ولكل العرب هناك دعوه من اخواننا في غزه للمشاركه ايضا في زياره وان شاء الله سيتم الاعلان عنها بعد ترتيب كل الدعوات الى غزه هاشم اهلا وسهلا فيك أسامة كحيل نقيب المقاولين في غزة أنا بعتذر أهلا وسهلا فيكم شرفتونا نورتوا الأردن أهلا وسهلا ونقابة المقاولين وعلى قطيش في الحصول على عطاءات وتنفيذها وطبعا في هذا المجال احنا مش هنستطيع
أشكر أيضا الشركة المنظمة للمعرض التي أذكر اسمها لأول مرة اليوم، وعلى رأسها الأخ والصديق عمر كلاب، ونشكر لك هذه الجهود. اسمحوا لي أني باسمكم أشكر الجنود المجهولين في نقابة المقاولين الذين واصلوا الليل والنهار لإنجاح هذا المعرض، وأن أشكر اللجنة المشكلة برئاسة زميلنا وأخونا العزيز فؤاد الدويري والجهد الذي بذلوه لإنجاح هذا المؤتمر وهذا الملتقى. بدي أستأذن إخواني النقباء العرب بأن يقوم سعادة السيد علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب وبصفته رئيسنا بتكريم الشركات، فأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله بعد التكريم سنذهب إلى العشاء. تشرفنا فيكم، شكرا لمشاركتكم، ونتطلع إن شاء الله إلى رؤيتكم اليوم في عمان، غدا في البصرة، بعد غد في غزة، ثم في دمشق، وإن شاء الله المرة الجاية في القدس. مؤسسة الحسام الهندسي،
شركة التجارة الهندسية سوزو. Tender Joe.
شركة عطاء الراحة. Thank you.
اسمحوا لنا موظفين المصالح ان نكرر سعاده النقيب ومجلس الانقاذ وزارة المطارات Okay.